في هذا السؤال قال لي جي تركيب جي في 3، بسيط يعني، أروح الدالة جي وأعوض مرة بقيمة 3 وأشوف إيش يطلع عندي من ناتج، وأخذ الناتج هذا وأرجع أعوض به في نفس الدالة اللي هي جي. فالدالة جي هي 2 على إكس 3، فمرة أعوض بالإكس، أعوض عن الإكس بـ3، فيصير عندي 2 على 3 زائد 3 ويساوي 2 على 6، قسمة البسط والمقام على 2 يعطيني 1 على 3. أخذ الثلث وأرجع أعوض به في نفس الدالة اللي هي في إكس، 2 على إكس زائد 3 مكان الإكس أحط ثلث زائد 3. الآن عندي في المقام جمع كسر زائد العدد، أحتاج إني إيش أبسط أو سوري أوحد مقام 3، أي عدد ماله مقام مقامه 1، بقسمة البسط والمقام على مقام الكسر الآخر يصير عندي 3 في 3 على 1 في 3 عشان أوحد المقام، فيصير عندي 2 على ثلث زائد 9 على 3. الآن المقامات موحدة، أجمع 1 زائد 9 يصير 10 على 3. كذا عندي، الآن عندي كسر على كسر، بسط مقام مقام المقام بسط، 3 تطلع فوق تنضرب مع 2 فيصير 2 في 3 على 10، فيصير 6 على 10، أقسم على 2 وأقسم على 2 يصير 3 على 5. هذا هو الجواب.